فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا جمع الإمام بين الظهر والعصر حال المطر، فهل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ لا، ما هو أحسن، خصوصا إذا كان أهل البلد ماشين على أنه لا يجمع بين الظهر والعصر. لا تخالف أهل البلد وتحدث شقاق. نعم. فضيلة الشيخ، أما إذا كان أهل البلد يأخذون بهذا القول ويجمعون الظهر والعصر فلا بأس. نعم.